أعلن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة خلال اجتماع موسع بقيادات الوزارة ضوابط العمل بالمساجد خلال شهر رمضان الكريم، مع استمرار العمل بالضوابط والإجراءات الاحترازية الرادعة لانتشار فيروس كورونا، والتنبيه على كافة مديريات الأوقاف بالمحافظات على الاستمرار بنظافة وتعقيم المساجد مع سرعة غلق أي مسجد أو مصلى سيدات لا تلتزم بالإجراءات، ولا يتم الفتح إلا بعد موافقة كتابية من رئيس القطاع الديني بالوزارة. الأولوية الأولى في وزارة الأوقاف هي أن تبقى بيوت الله عز وجل مفتوحة، ونسأل الله عز وجل أن تظل مفتوحة وألا يكتب عليها الغلق أبدا إن شاء الله تعالى. ولذلك في ضوابط معمول بها وضوابط خاصة بهذا الشهر الكريم، نقوم بحملة نظافة وتعقيم واسعة قبل بدء الشهر الفضيل إن شاء الله تعالى. يؤكد الجميع أن الحفاظ على ارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي أهم أسباب أو من أهم أسباب الوقاية ومن أهم الأسباب الواجب الأخذ بها. اصطحاب المصلى الشخصي، مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، استمرار عدم فتح دورات المياه، القواعد المعمول بها حاليا والتأكيد على ذلك، أيضا استمرار تأجيل فتح الأضرحة إلى أن يأذن الله عز وجل برفع البلاء عن البلاد والعباد وعن البشرية جمعاء إن شاء الله، أيضا عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية سواء عقد قران أو عزاء أو داخل المساجد أو أي من ملحقات المساجد أو دور المناسبات، قصر صلاة الجنازة على الأماكن والساحات المفتوحة المحددة حاليا وفي غير أوقات الصلاة حتى لا يؤدي إلى ازدحام الناس داخل المسجد على النحو المعمول به حاليا، ليس هناك جديد. أيضا عدم السماح بإقامة موائد الرحمن أو موائد الإفطار العامة أو الخاصة داخل المساجد، والحقيقة ده مش في المساجد فقط، ده قرار لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء غير مسموح بعمل الموائد الرمضانية على الإطلاق تحت أي مسمى من المسميات، لا في المساجد ولا في ملحقاتها ولا في ساحاتها. السماح بصلاة القيام مع مراعاة التخفيف، قرار مجلس الوزراء اللجنة إدارة الأزمة في المجلس بما لا يتجاوز نصف ساعة وبالطبع دون إلقاء أي دروس أو خواطر، لأن احنا عايزين نخفف أقصى درجات التخفيف. قصر العمل تأكيده على الصلوات الراتبة، فجر ظهر عصر مغرب عشاء خطبة الجمعة والصلاة بما لا يزيد على 10 دقائق عن نحو المتبع، برضو هنستمر في رمضان فتح المساجد قبل الصلاة ب10 دقائق وبعد الصلاة ب10 دقائق ايا كان بقى نوع الصلاة، سواء الظهر العصر المغرب العشاء التراويح، بعدها ب10 دقائق المسجد يكون مغلق. هنبدأ نكثف برامجنا في على اتجاهين، البرامج الاعلامية والبرامج الالكترونية.